مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من وزير السعاده. النهارده مصر فقدت وزير من وزراء السعاده الحقيقيين داخل المجتمع المصري. يمكن انا اسف ان ابدا بالحلقه ديت بحاله حزن، يمكن استاذن الكنترول ينزل لنا صوره فقدنا الغالي الشيخ الدكتور الاستاذ احمد رأفت شبانه. رحمه الله عليك يا مولانا، رحمه الله عليك، وحاله الحزن اللي مغيمه على صفحات التواصل الاجتماعي منذ الخبر من امبارح لحين دفنك النهارده بعد العصر. انا جاي من الجنازه على هنا او من العزاء على هنا، كل الناس حزينه عليك. خلقك واخلاقك واحترامك وادبك ودينك وتلامذتك. النهارده استفزني منشور للدكتور وليد عطيه شيخنا الجليل، هذا العالم الجليل، وهو كاتب بيقول: اول وانا في اولى اعدادي دخل عليا واحد مبتسم طويل ابيض، حاجه جميله، داخل بروح حلوه، داخل يعلمنا التجويد، علمنا التجويد في اولى وثانيه وثالثه وخرج اجيال. رحمه الله عليك يا وزير من وزراء السعاده الحقيقيين. ان مت تركت اثرا، ان اخذك التراب تركت لنا علما ودينا والكثير من اذاعات ومحطات القران الكريم تنشر لك المقاطع الجميله وانت تقرا القران، لانك احد القراء العظماء على مستوى جمهوريه مصر العربيه. رحمه الله عليك، وعزي نفسي وعزي كل اهل كفر حكيم والجيزه ومصر كلها. رحمه الله عليك يا مولانا الشيخ احمد رأفت شبانه في جنه الله ونعيم. لكن النهارده معانا حلقه استثنائيه، حلقه ثلاثه شعراء من شعراء العاميه الكبار في مصر. يا عالم بقى موسى يلحقنا هو ومحمد طلعت ولا لا، لانهم اتاخروا اصلا عن موعد البرنامج، وكنا مفترض ان احنا الثلاثه نطلع مع بعضنا. لكن جابر طلبه دائما عند الموعد، مواعيده مظبوطه، قبل لو بخمس ست ساعات تلاقي جابر موجود، لانه دايما انا نفسي بستمتع بجابر طلبه ابن رشيد الجميله، هذه المحافظه او المدينه الساحليه بروعتها، التقاء النيل مع التقاء البحر المتوسط، هناك حاله شعريه فريده يقوم بها نادي ادب رشيد وهذا العظيم الذي معنا جابر طلبه. وحشتني. ربنا يخليك يا رب يا استاذ عبد التواب، والله انت اللي واحشنا دايما، وطبعا بسعد بالتواصل معاك طول السنه مش بس في الحلقات. يعني اخويا وحبيبي وسنين منذ مسابقه صوت الشارع من 11 سنه، صح كده؟ اكتر او 12 سنه. 12 سنه كمان. وكان دايما بنقول ان الفيس والتواصل الاجتماعي وهذا التليفون ليه اثر كبير جدا لما بيكون اثر في الكلمه الطيبه. نورتنا يا جابر. تسلم. قبل الهوا بقول لاحمد ابني معايا جابر وخليته اكلمك، بقى فرحان قوي. انا ضيفك، انا اللي ضيفك، عايز استمتع بالعاميه بتاع جابر طلبه. ربنا يحفظك. طبعا انا سعيد جدا اني بكون معاك، و انت غير اي حد، زي ما بقول لك دايما ان لما شاعر بيكون مع شاعر بيكون مستمتع بجد. احنا هنبدا شعر على طول بقى. مفيش وقت نبدا شعر على طول. الشعتانه. الايه؟ الشعتانه. يعني ايه الشعتانه دي؟ ده ناس تعبانه. السؤال ده دايما بيتسال لي يعني. ازازه الدواء. كانت زمان لما بتفضى بنخرمها من الغطا ونحط شريط ونملاها جاز. نعمل لمبه جاز. نولع الشريط يبقى زي لمبه الجاز اسمها الشعتان. نلم بيها البلح الفجر قبل ما الشمس تطلع كده. نستخدمها ننور قدام البيت. كانت لها استخدامات عندنا في رشيد معروفه اسمها الشعتانه. سمعنا يا عم الشعتان. والقصيده دي بالذات انا متعمد ان انا اعملها رشيدي قوي، فهتلاقي فيها مصطلحات رشيدي قوي في القصيده. هنترجم بعد الحلقه انا وانت على القهوه. اتفضل. الفرن البلدي ولمبة جاز والشعتانة. الفرن البلدي ولمبة جاز والشعتانة. والشرق الأوسط جمعانا على صوت فيروز وأغاني زمان وحاجات حلوة كتير وحشانا. حواديت سيدي النص الليل وازاي الناس كانت شقيانة، وكفح جيله عشان العيش والهجانة بتوع الجيش وفاروق وقصور العمرانة،
وازاي نحمد رب الكون على اللي معانا. مفروكة ستي ريحتها جميلة، طلعت العجوة صوابع الليلة، كانت مش راضية تطلعها بقالها شهور، والحاجة بتطلع بالدور. من شهرين لمينا النخل، من شهرين لمينا النخل وعملنا المغلية بحلبة، كانت زي العسل النحل، وأكلنا صحون كانت مليانة، المغلية كمان وحشانة. كنا احنا في أوضة وسيدي وستي في أوضة وعمي في أوضة وعمامي الاتنين كانوا لسه شباب كانوا معانا، كان ليهم أوضة، كانت الدار واسعة وسيعانة، والتسجيل كان عند عمامي، كنت أحب أقعد وياهم علشان كانوا يجيبوا شرايط لسه جديدة زي حمادة هلال وجواهر وأنغام وأصالة وميادة. كانت عادة أحفظ كل أغاني حمادة وأغنيها لما يجينا فرح في الحارة، كانت كل الدنيا جميلة. أدفع عمري وترجع ليلة، أدفع عمري وترجع ليلة. وانا قاعد بدردش قبل منك قبل الهوا انا وانت، ويمكن جيت بدري عشان اقعد معاك شويه واتشرف بيك يا جابر. انا بحب كل شاعر بيقدر يوصل كلمته للناس. على فكره القصه مش انك تكتب كلام مكلكع، القصه انك تقدر توصل. لا انا فهمت يعني، اي حد قاعد دلوقتي كلنا لنا اصول ريفيه، سواء اصول ريفيه داخل من الصعيد او اصول ريفيه من الدلتا بفرعاها، كلنا محدش يعني ما هيستنكر من ذلك. كل القاهره والجيزه كلهم جايين من محافظات فعلا، فجميل كلنا كان عندنا القاعه في بلادنا والبقوشه والحاجات الجميله ديت اللي الاجيال اللي قاعده قدام الشاشه ما تعرفهاش. بس انت مش عارف المغليه. هي المغليه صح، حكايه المغليه دي. المغليه ديت البلح الرطب كنا بنقشره، ولحد دلوقتي موجود يعني. تمام. بنقشره ونضيف له حلبه وميه ونغليه. تمام. تبقى حاجه زي بلح بالشوربه كده. حاجات انا هاكلها لك في يوم من الايام. الحاجات دي بقى بتاكلوها قبل اللحمه ولا بعد اللحمه؟ لا ده بنحلي بيها بس. لا عشان عارف احنا ما تجيش تضحك عليها بالمغليه دي. لا 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 ما تخافش. لا ليك زياره ان شاء الله، والله بجد هجيب العيال واجي لك. رشيد كلها والله. الله يخليك يا جابر، والله انت من الناس المحترمه. ربنا يخليك. الاء قبل الهوا كانت بتقول لك لو ما قلتش الحدوته مش هتدخل البيت النهارده. هتخش البيت النهارده. ايه حكايه الحدوته دي؟ حواديتك كتير يا اما. قولها لنا عشان خاطر الاء على فكره. ايوه. عشان خاطرك يا الاء اهو. ربنا يخليها. حواديتك كتير يا اما، ما تحكيهاليش خلاص تاني. حواديتك كتير ياما ما تحكيهاليش خلاص تاني، دي زادت بيا الغمة وصبحت حمل عوداني، خلاص مش قادر اسمعها ده قلبي منها بيعاني. ما تحكيهاليش خلاص ياما، سيبيني اعيش بقى زماني. بتحكيلي عن الأقصى وعن فلسطين وعن ناصر صلاح الدين وعن حطين وعن إسلامنا وجهدنا وعن نصرة لأجدادنا، ده كانوا زمان وبح مفيش. ما تحكيها ليش. أبويا لما مات يما ما علمنيش أكون فارس، ما مسكنيش في عمره سيف، وقال لي الدارة في الحيطة واتغطى بألف الحاف ولو كنا في عز الصيف. أبويا يما خيبني، ما علمنيش أصون أرضك ولا عرضك، ما علمنيش أكون رجلك، فسامحيني يا نور عيني، ايديا ضعيفة مش قادرة تحوش دمك،
ولون الذل في جبيني ومش قادر اشيل همك. اشيله ازاي؟ اشيله ازاي وانا خايف من السكينه لتعور صابعي الفافي المنقوشه بالحنه، ومستني من القاتل في يوم منه، لكن لو قلت له يسيبك هيضربني، وانا خايف على ابني اسيبه لمين؟ ده انا خايف على ابني اسيبه لمين وانا لسه معلمتوش يدارى في قلب الحيط؟ ده انا خايف لا يطلع مره ابني عبيط ويتنحرر على دمه في ليله لو يشوف امه بتتمرمط من القاتل. انا استاهل صبح الواد بيتكلم وانا لسه معلمتوش، وانا لسه معلمتوش. خليك عندك ثقه ويقين بان عندنا جيش قوي. بمناسبه 6 من اكتوبر، تحيه لكل ابطالنا وشهدائنا وكل من ارتوت الارض، ارض سيناء وكل شبر في ارض مصر بدمائهم. هؤلاء العظماء الحقيقيين اللي احنا عايشين على تاريخهم وعظمتهم وبطولاتهم، وبنقول دايما سينا رجعت تاني لينا، وبنقول ان مصر بتاعتنا محدش يقدر يقرب منها، وان احنا علمنا على هؤلاء وعلى العدو الصهيوني الغادر، علمنا عليه ومن ساعتها وهم بيحاولوا يدمرونا من كل ناحية، علمنا عليه واحنا جيشنا بيقوى وسيظل يقوى. انا عايز اقول احنا جيشنا في كل حتة دلوقتي، في الصومال وعلى حدود البحر الاحمر وعلى حدود ليبيا وعلى البحر المتوسط وفي جنوب السودان. كان الله في عون جيشنا العظيم. الله يساعدكم، الله يساعدكم ويقويكم. واحنا هنا من منبرنا الاعلامي نقول لكم ربنا يحفظكم وينصركم، ويا رب دايما مصر جيشها قوي وجيشها عظيم. وزي ما بقولها في كل حلقه، احنا دعاة سلام مش دعاة حرب، احنا دعاة سلام مش دعاة حرب. ويا رب ينصر اخواتنا في فلسطين واخواتنا في لبنان، وتعود الامه العربيه الى مكانتها، وان شاء الله هتعود. ولابد من يوم معلوم نشوف فيه هذا العدو الغاشم وهو تحت رجلنا كلنا ان شاء الله. عشان كده انا في اخر القصيده قلت صباح الواد بيتكلم. انا عارف. طبعا كل التحيه لجيش مصر، هو درعنا الحامي، ولشرطه مصر وخاصه اداره مرور البحيره اللي انا منها، وطبعا رئيس وحده مرور رشيد رشاد بيه العريان اللي عامل انضباط مروري عندنا في رشيد، الناس مأمنيني اشكره. فانا بشكر رشاد بيه العريان. زمايلك بيسمعوك هناك بقى؟ طبعا والله. طبعا رشاد بيه بيسمعك؟ ده رشاد بيه طبعا، انا لو ما قلتش كده. اه فعلا فعلا اخ كبير، وكل رشيد قالوا لي لازم تشكر رشاد بيه العريان على الحوار. انت تعمل اللي انت عايزه، لانك انت شاعر وطني محترم، شاعر بيحب البلد دي، وانا دايما متابع ليك. انا عايز اقول لك انا من جمهورك، يعني والله العظيم من جمهورك. ربنا انا واحمد ابني 15 جنيه مصري ماليش علاقه. نقول 15 جنيه مصري. وكان وياه 15 جنيه مصري مخبيهم من الايام، عشان يمكن تجيله ظروف، شايلهم تحت مرتبته وكان خايف عليهم خوف. ما كانش يخاف على فلوسه، لكن كان حلمه طول عمره يعيش مستور. وقال وقت ما اكون محتاج هيحموني من الحوجة، مع انه في عمره كله كان محتاج. ساعات ياما يكون ملهوف على سجارة بنص جنيه ع كوباية عصير مانجا، لكنه كان بيستخسر في نفسه كتير. ما كانش بخيل، لكنه كان مليه الخوف من الايام وقسوتها. ويا ريتها ويا ريتها سابت قلبه حزين وخلاص، يا ريت كان عاش
تعالوا يا سادة يا سامعين، هقص عليكم القصة من الأول إلى الآخر، وصلوا على النبي المختار عشان محتار. هنبدأ الحكاية من المستشفى الميري، من المستشفى الميري لمستشفى جهان العام. بتجري أم مقهورة وشايلة بين ضلوعها آلام، تعدي شهور سفر أيام، ولا واحد بيرحمهم ولا واحد يقول ده حرام، عشان الفقر ملازمهم. وفي بلادي بتدخل أي مستشفى سؤالهم أنت تدفع كام؟ معكش يبقى مش لازم تعيش أصلاً، وما تبرطمش كتر كلام. هيبقى معاه ده بس إزاي؟ هيبقى معاه ده بس إزاي؟ وراتبه من حكومتكم ما بيكفيش لنص الشهر، ده كل يوم يعدي عليه يا عيني بقهر، وراضي بصبره وقليله. لكن تبقى حياة أمه جزات ومهر، عشان رافض يكون منهم، مفيش عايش هنا غيرهم، وليهم صوت وليهم ظهر. لكن احنا نموت عادي، ودي بلادي. من المستشفى الميري لمستشفى جهان العام، ألام في ألام. ويعمل ايه بقى المسكين؟ يكلم مين وهو يدوب محوش تحت مرتبته 15 جنيه مصري؟ 15 جنيه مصري كتير قوي من الشعب المصري عايشها بالرضا، عايشها بالستر، عايشها بالقليل، وراضي وبيحمد ربنا عز وجل. ولو اقل من كده، الحلال طعمه حلو، الحلال طعمه جميل، الحلال مهما كان قليل كتير، بركه في الاولاد وبركه في البيت وبركه في الزوجه وبركه في كل لقمه، بركه في اولادك اللي بتشوف بسمتهم، وزوجتك اللي بتشوف بسمتها وغيرتها عليك وفرحتها بيك وسعادتها وهي شايفاك بتنجح وبتقول لك زد واستمر، احنا في ظهرك. ربنا يبارك في زوجتي، وكل زوجه مخلصه ورا زوجها بتقول له انا في ظهرك. انا رسالتي النهارده وهاخد الكلام من جابر، كنت انا محضرها قبل الحلقه وبقول له انا عايز كل راجل مصري، ليه مثلا مش قبل ما تروح بيتك الو عامله ايه اخبارك ايه عايزين حاجه، حتى لو من جبر الخاطر، حتى لو انت بتراضيها. الست اللي شايله الهم في البيت، غسيل وكنيس ومواعين وعيال بتتخانق وعيال تعبانه ودروس ومدارس واكل وفطار وغدا وعشاء ومواعيد كتيره جدا، واحنا بس يمكن في شغلنا الجزء بتاع شغلنا في هموم في شغلنا، لكن هي محتاجه كلمه طيبه، محتاجه تطبطب عليها وتقول لها انت حبيبتي وانت امي وانت اختي وانت مراتي وانت الدنيا وانت كل حاجه ليا. يا ريت كلنا نحسن علاقاتنا بازواجنا وباهل بيتنا، ونقول لهم انتم الستر وانتم الغطا وانتم بكره. كل واحد فينا وكتير جدا من اللي قاعدين قدام الشاشه اكيد بدا حياته من تحت الصفر، وبدا حياته مديون، وبدا حياته وربنا وسع عليه من زنقه وجمعيه وواحد جنب اتنين جنب تلاته لحد ما عملوا حاجه هو وزوجته. فعشان كده بقول لكل واحد عندك زوجه طيبه حافظ عليها وابتسم في وشها وقول لها انت ست الكل وربنا يخليكي لينا يا رب. دبستك انت فاهم كده؟ لا والله من غير تدبيس. طبعا ربنا يخلي لي يا رب ام سيف، شايلاني واقفه معايا من الصفر ومن تحت الصفر، حتى في مجال الشعر مش في الشغل بس، يعني في مجال الشعر انت عارف، في مجال الشعر بنروح ونيجي ونسافر ونحضر ندوات، ويعني انا النهارده مثلا جاي من رشيد، هي ما شافتنيش من الصبح من الشغل اللي هنا، وكل دوت هي بتتحمله، يعني بتتحمل البيت وبتتحمل الاولاد، بتقف في ظهري وتشجعني، بتسمع قصايدي الجديده وتديني رايها. انجزني بس عشان ما بحبش الحوارات الطويله. عندك قصيده ليها؟ والله عندي. طب تقول لها؟ والله عندي. قول لها، وانا مش مشكله.
بس انا مش حافظ قوي يعني. والله انت بتبس حافظ لكل الناس ومش حافظ لموسيف. يعني انا عقل ده يعني، يعني ده يرضي ربنا. بس انت كل مره تورطني. انا حافظ لمراتي شين شعوري بيكي دايم، ايه يخلي قلبي عايم، مين محال البعد عنك، انت كل حاجه ليا. مراتي حافظ لها، انت مش حافظ ازاي يعني؟ لا ما هو انت عامل حسابها. مش عامل والله حساب. لا انت عامل حساب. انا عامل حسابها في كل وقت، مش عامل حسابي. ركز. لا لا انت كده، انت كده مش هتروح النهارده يا جاب. سمعنا اللي تحب تسمعه. مستوره يا غالي، مستوره يا غالي، ما تقلقش، الدار فيها رز يكفينا، مصاريف الاولاد تتدبر، وكفايه ان احنا مع بعضينا. لا مش حافظ. شفت انت ورطتني ازاي؟ قول حاجه من الحاجات الحلوه اللي انا بحبها. هنقول زحمه احزان. زحمه احزان. ده انت ايامك الجايه كلها احزان. ايامك الجايه كلها احزان يا جابر. ده اللي انت عملته. ما كنتش محضر. لا يا باشا لا. انت فكرتني بشاهد عربي زمان من حوالي 15 سنه، كنا في النيل الثقافيه وعلى الهوا برضه، انا قلت حاجه لزوجتي، هو ما افتكرش حاجه، قال لها حاجه وطني، شاف الايام السوداء بعد كده. لا بس ده لا يقل على لا 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 ابدا. شكرا يا ابو سيف، ده بيضحك عليك. قول يا حبيبي. هنقول زحمه احزان. نفوس مسحومه بالاحزان، واد غلبان بيتحامى في رصيف الخوف، وفل يطوف في ايد اموره مطحونه، بصوت باكي بينده في حواري الشوق، معايا الفل للعشاق، واد مشتاق بعيد قاعد على المرسى، ولا بيرسى يشوف الليل بيندهله، يصاحب كام قمر واهم، فيجي ضباب ويعمى عيونه كالعاده، وصوت عربيه الاسعاف بيصرخ جوه قلب الست، وهي واقفه على الخرشوف مفكرها بوداع روحها، معيشها في سنين الخوف، وبياع السنين بيدوس على قفص الخضار الناي، وبيعدي العجل ظالم، ومين يعرف غير العالم، لعل من القفص مقصود، عيون الدود ماهيش رحمة، عيون الدود ماهيش رحمة، مع إن الهوى زحمة، مع إن الولد مطحون، لكنه أنون وناوي يدوس على روحي، وأنا وروحي ما بين الناس، أنا وروحي ما بين الناس، نشوف نسمع ونتألم، وصوت الجرح يتكلم كلام بمرار، كلام حسه بيصرخ نار على جدار الرصيفيه، قاعد جنب الولد اياه، اقول الاه ومين يسمع ومين يفهم، انادي عمين، وكل السيرك في مشغله وانا شغله، بحدوته سمعها 500 مره، واقول يسمعني بالمره، لكن على مين ومين يسمع يا واد ليا، ومين هيلحن الأغنية غيرك أنت، غيرك أنت بلحن حزين. هو أنت يا ابني تخصص نكد؟ ما بهزرش والله، تخصص نكد. صحابي في نادي الأدب وكده بيقولوا لي شاعر الدموع. لا هو فعلا هو إحساس جامد قوي أو 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 شديد، إنك تقدر تصل بكلماتك للمتلقي، وإنك تكون حمام الزاجل اللي بين اهل الكلمه وما بين الناس، وما بين الناس وما بين المسؤولين، انك تاخد الحكايات من الشارع وتوصلها ببساطه ودون الخروج عن النص، داخل النص المحترم، النص اللي ليه سياق وطريق سليم
وطريق قويم في غرضه في النهايه هو بناء الوطن. وفي نفس التوقيت بتقدر توصل. يعني انا دايما بحترم الشاعر اللي هو عنده القدره على الوصول للناس. بس هو انا وانا بكتب بيبقى قصدي فعلا الرساله، او ان انا مثلا اوصل حاجه شفتها او اوصل حاله شجن، لكن انا مش بقصد النكد الدموع الكلام ده، لا والله. بس انا عايز اوصل ايه؟ حاجه حد عايز يقولها ومش عارف يقولها. تمام. فانا بحاول اسخف في قصيده خفيفه فيها شويه شجن الناس تسمعها بصوت الناس اللي موجود. قصيده بتاخد وقت معاك قد ايه؟ ولا هي هل انت اللي بتفكر تكتب الموضوع ولا الموضوع اللي بيكتبك؟ لا انت بتسال السؤال ده للجمهور، لكن انت شاعر عارفه تماما يعني. لا القصيده مش بالوقت طبعا، ممكن قصيده تكتبها في 3 دقايق. انا عشان اصل اديك فرصه يعني معاك دقيقه. صالح فهم وسيف هتقول لها ايه دلوقتي؟ عشان هنطلع فاصل واقول لك مع السلامه عشان ادخل الضيوف اللي بعد مني. والله العظيم يا ام سيف انت عارفه صاحبي عبد التواب الرفاعي ده كل لما اجي عنده لازم يوقعني فيك. انا طبعا بحبك وبحترمك وانت زوجتي وحبيبتي وام عيالي وكل حاجه في الدنيا ليا. كلام شعره. واطلع فاصل بقى. كلام شعره. ونورني جابر، نورتني. ربنا يحفظك. نورني. ويمكن حظه الحلو ان محمد طلعت وموسى اتاخروا شويه فسمعنا ابداعاته. هيستنانا عشان ناخد صورتين بعد الهوا مع بعض، لان جابر من الشعراء المتحققين الحقيقيين داخل الوسط الثقافي المصري. وشرفنا النهارده في حلقه من حلقاتنا الصالوني او صالون صوت الشارع على الهوا برعايه جمعيه السندس ليكون معنا جابر طلب. هنطلع في الفاصل هنشوف الحاج علي محمود موسى وشركه الايمان لتصدير المحاصيل الزراعيه وشكواها من اللي بيحصل للمصدرين، ورساله للدوله ان هم ازاي تنفرج امورهم شويه عشان خاطر موسم البصل وبعض المحاصيل الزراعيه عشان خاطر فلاحين مصرنا اهالينا الكرام. رساله من علي محمود، ونرجع نكمل مع موسى كامل شاعر الكبير جدا ومحمد طلعت. علي محمود موسى من كفر الشيخ، شركة الإيمان، محمود محمد أحمد موسى. أنا في مجال البصل من سنة 90 كده أو 95. كان والدي الله يرضي الصحة كده الحاج محمود موسى هو اللي كان بدأ في العمل وكده، وبعدين إحنا مكملين الحمد لله. إحنا بنصدر دلوقتي ما فيش أسواق مفتوحة لنا، دول الخليج اللي هي الكويت، الإمارات، البحرين، والسعودية قافلة من عندها بالنسبة للتصدير. أتمنى إن السوق في السعودية إن هو يفتح. مؤثر علينا في كله. مؤثر عليا كمزارع، مؤثر عليا كمسوق، كتاجر، كمصدر، في كل المجالات. بالنسبة للمجال اللي وصلنا ان احنا للتصدير، مؤثر علينا السعودية 90% في منتجات البصل. البصل مصر والمنتج المصري في الأسواق العالمية على فكرة بينافس من الدرجات الأولى البصل المصري. احنا عايزين أسواقنا في كل العالم، موجودة في الخليج، في أفريقيا، في شرق آسيا، في غرب آسيا، في أوروبا، في جميع دول العالم إن احنا ننافس. أوجه رسالة برضك للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة إن هم ينشئوا لنا وزارة تسويق خارجية بالنسبة للتجارة ديت، لأن في السماسرة أو المصدرين، في مصدرين رقم واحد بيصنفوا بقى حسب درجاتهم إن هم مسيطرين على أسواق شكل أوروبا وزي أفريقيا. أقول له فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي إن يشوف لنا حل المشاكل الفلاح والمزارع المصري والمصدرين بالنسبة لجميع المحاصيل الزراعية وعلى رأسهم البصل. الحل ان هو يشوف لنا، يفتح لنا اسواق في الخارج، اسواق عندك افريقيا، اوروبا، الخليج. بالنسبه للسعوديه برضك عايزين نشوف تدخل رئيس الجمهوريه ورئاسه الوزراء فين، علاقاتنا وحل مشكله وازمه البصل بالنسبه للفلاح والمزارع المصري. بالنسبه للزراعه عامه يعني احنا لابد ان وزاره الزراعه ان هي ترجع الدورة الزراعية. أيوة. من الأول خالص. يعني شوف احتياجات السوق المحلي المصري عندنا مثلا، احتياجاتنا مثلا 10 مليون طن سنويا. تمام. احتياجات السوق. كلام محترم. تمام.
و10 مليون طن للاسواق المحليه محتاجينهم. ويشوف الخارج بقى السنه دي غير خلاف اي سنه. على فكره نسبه خسائر بالنسبه لزراعه البصل كتير السنه دي. البصل ما عادش بيستحمل التخزين والمنتج كده. مجموعه بنكمل بعضنا يعني، احنا في سلسله كده شغاله مع بعضها، بتبدا من المزارع، بتبدا للتاجر، وتبدا من المصدر، حتى العماله بردك والكلام ده كله، العماله الموسميه الموجوده، وفتح كذا بيوت كتير بالنسبه للبصل وكده. محطة الإيمان للحاصلات الزراعية، متخصصون في تصدير البصل وجميع أنواع الخضروات والفاكهة. رئيس مجلس الإدارة الحاج محمود موسى وولده الحاج علي محمود موسى. للاتصال 0139 12 744، 0110 66 921. الضحكه دي مصطنعه، من دقيقتين كنت بتخانق انا وموسى، اخر محمد طلعت وبوظ نظام الحلقه، وكنا النهارده صالون صوت الشارع، بس هيوعدوني ان هم لهم حلقه تانية، لان انا معايا اتنين الفقره دي من اهم شعراء المرحله الحاليه في مصر بجد، مش مجامله ولا عشان هم موجودين في البرنامج، لا، النهارده انا معايا اتنين شاعر ملاوي والمنيا اللي مكسر الدنيا في القاهره ومع صوت الجنوب، موسى كامل والشاعر الجميل ابن الزاويه الحمراء وابن شارع المعز وحاجات حلوه كتير قوي، محمد طلعت عضو اتحاد كتاب مصر. اهلا بيك يا موسى. اهلا بيك يا طلعت. اهلا وسهلا بيك يا استاذ ريهام. هنضربه انا وانت بعد الهواء عشان ضيع الدنيا والله. والله انا متاسف، انا مفيش وقت اسمع شعر. طيب على طول كده ما فيش، انت خربت الدنيا وبوظت الحلقه منك لله. ان شاء الله سمعنا حلقه. طيب ماشي، احنا نقول على السوشيال ميديا والبوبليك. ماشي ماشي اتفضل. عيل اهبل مل من العيش البسيط، صدق الدوشه العبيطه، نفسه جال تبقاله طيطه ويبقى متصيط وفنط، واي حد يشوفه يحلف انه خدم الحظ بنط، يجري يتصور معاه وبسلامته يمد بوزه ويبتسم جليعني جنت. فكر ان السعد هيصه وناس توده في بس عيده، او فلوس ترسم حسابه وتملى جيبه وتجري في ايده، وزارت الافكار بريده، حك عقله وفك فكره وشال جيوده وتم جيده، والتجاليد العظيمه فات هتبقى رماد وجيد وفيس وبوك، كل ثانية يبص فكرة يقوم نشرها وعقله بيصور له انه الواد فتك تك توك، رج صمه وهزج اخته وباح مراته وعك عك يوتيوب، الهافي بيجي يوتيوبر واتبلى بكل العيوب وابتلوا السامعين معاه، إما بيشرح قضايا والغريبة إنه بيصدق هواه، والمصيبة في اللي مش بيكدبوه 200 مليون متابع نصهم بيجلدوه، وبرضه بجليهم فنازي كله في انترنت فاطس، كله في موبايلات غاطس، كله عالكم من تباصص راسنا مايلة ولا العنازي، كله هلس كله أفلس كله عقله منه هو، كان صعيده له مقامه محترم دلوقتي ضب، كان صنايع وزينته عرج واتوهم بالحم بيكا واتشهر بالهو هو، كانت حبيبتي الحي كله أصبحت طباخة قسطة، لا وإيه صاحبة قناة يعني بتسلم بواسطة، ما الدولار بجليها جاه كان مفيش حد في هداه، كان نصوح للناس جميعا وكل غرضه رضا الإله، صوروا ناس من اللي هم معروفين بالسوشيالية، فيديو أبدع فيه فطرجح شافته كل الجمهورية، وفي يومين بجليه مكان يمشي يجي الشيخ فلان، فالنصيحة عملها حالة وكل وطس وله ده، والجنيه هو الأمان والزمان غير في شكله، للعمم جبت مشاكله زي سم وحد بدر وكله شربه وكله هضمه، واللي واضح من الكلام ده ان يعني الهبل كتر واننا نسينا احنا مين. طيب احنا نبقى مين؟ احنا ام رسول هيبقى الختام للمرسلين، واللي كان وياه صحابه قدوه للناس اجمعين، احنا ام عليها دين،
إننا نذكر ونذكر الهدى للعالمين. إحنا شهداء على الأمم، إحنا أمة نبيها نور، إحنا أمة كتابها نور، إحنا أمة إلهها نور. كيف نسيب النور يا عالم وفي طريق الظلمة نجري؟ لا، وندعي ربنا يكون قال معين. لا، وندعي ربنا يكون قال. والله العظيم من انفعالك خفت تخبط الترابيزة مش هيخرجونا من القناة النهاردة ولا يا محمد؟ إيه الجمال ده؟ لا تحفة تحفة. هو مشكلة موسى أو 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 قدرته دايما بيقدر يسخر الواقع داخل بالزبط. كلماته بطريقة يعني فيها نوع من السخرية. السخرية بس السخرية عالية. وصل رسالة. أيوة فعلا طبعا. كلنا جرينا ورا التيك توك، مش احنا طبعا الهزل. لو بنقدم محتوى عبيط النهاردة فعلا كنا بقينا النهاردة ترند. لكن احنا بندور على الحاجة الهادفة، الكلمة الطيبة، الكلمة اللي تلم. عشان كده دايما بنلاقي رعاة الحاجات الكويسة دي قليلين جدا. بالظبط. بيتعبوا. انا عايزك تفرم وفرم. ايوه حبيبي. طب بلاش انا عشان انا كل حاجتي حزينه وانا مش عايز انكد على الساده المشاهدين يعني. انا عايز اسمع بتاع بنتي. ماشي. انا كمان احب اسمع. هقول حاجه تانية عشان برضو ما يعني ما اخشش بالنكد على طول. لا خش على اصل احنا وقتنا ما فيش. الحلقه بوظها اصلا. نظبط الحلقه. هنعوضها في يوم تاني. ان شاء الله. ان شاء الله. من بعد ما جالها الألم وعينيها بدأت تحكي عن عدم اتزان، كانت تصلي فجرها وصوتها يترجى الأذان، وعشان إيديها صغيرة مش عارفة تدعي ربها وتقول له إيه سبب الوجع. كان الوجع على قد صوتها بيحكي حرمان الحياة، مش عارفة تنطق بالتعب أو تجري من أنهي اتجاه. بنت الوحيدة عمرها ما وصلش لسه المدرسة، بمسح دموعها بدمعتي وتقول يا بابا كويس، هات المكعب من لعب وابني لي بيت، ارسم لي طمطم لما كانت في الدروس، قول يا بابا ليه بنام وبشوف كابوس، وقوم دموعي فيها حاجه مكركبه، وقول لي يا بابا ليه، وقول يا بابا ليه بعتذر عشان انا نسيها بقى لي فتره كبيره. هقول حاجه تانية. خليك فاكرهم زينا وشم ريحة قلبهم من بين قلوب اتوزعت في تراب بيبدأ بالرحيل، واكتب في أوراق الذهب تمن الخشب أصبح تقيل، وفي أرضك المبدورة ليل ازرع صورهم يطرحوا في عينهم نهار، ويسك ترباسك إيديك ويحضنك حلم الجدار. عارف يا باب كل لما أشوفك بفتكر بيتنا القديم، السلم المكسور وحلمه والمفارش والكليم، قعدت أمي لما كانت بعت خوفها لشغل أبويا، لما سابوا الليل وحسيت انه غاب، لما نمت بلبس اخويا وسبت اسفي على الكتاب، الصالونه بقلب مذهب، الكناريا اللي في غيابي رافضه تشرب، الكلام وحزام ابويا لما علم على الحيطان، واختي لما تحب تلعب وامي تعملني الحصان، الحنان والمرياله اللي حزامها بيج، والكتب بتشيلها مخلف صف جيش، والشويش اللي تملي صوته يقلق في الطابور، والدليل ابو لمده بلحة لما يشهد على المذاكره والدكاتره وسماعاتها. كانت هديه عيد ميلاد، كنت من ضمن الولاد اللي كل الدنيا عارفه انه متدلع زياده، كنت اجيب الدرجه ناقصه وامي تفرح بالشهاده، كنت اكتر حد يمكن كان بيزهق من السعاده. عارف يا باب لما ايدي اتعودت تقفل وتفتح كل حاجه اتغيرت، كان في حلمي اوضه فاضيه سبتها واتاجرت، ومسابت ليا ريحه، شغل ابويا لما يكتر كان بيخلص بالطريحه، ايوه فعلا كنت بكذب وارمي كدبي في الجاكيت، امي لما تجيب هديه كنت بطلب بسكليت، كنت قايسك بالبلاطه شبر شبر وحته حته، كنت بكتب جنب زته صفر واتلخبط في ساعه، امي كانت تعمل لي كبده لاجل ما تزيد المناعه، كنت عارف ان جارتي تبقى اختي في الرضاعه، كنت طيب والحياه كانت فيها روح، كنت راسم حلم عمري جوه عمدان السطوح، كنت بتنفس طموح، واما ترباسك قفلها قفلتك فتحت جروح، واللي فضلت لينا ذكرى صوره حلوه عايشه لينا مهما تكبر ليها عمر، بفته بيضة عايشه لينا حتى لو اصحابها سمر، فضلوا دايما يسمعوك، حلم مر انك تفتح ما تلاقيش امك وابوك، حلم مر انك تفتح ما تلاقيش امك وابوك. الله يسامحك عيطتني. انا قبل الهوا عمال افتكر ابويا، وكان اخر حاجه انا معايا 7 دقايق او 6 دقايق، يعني كل واحد 3 دقايق مش هتكلم، انا كل واحد يقول قصيده 3 دقايق.
يعني الله يرحم ابويا وابوك واموات المسلمين جميعا. وانا بس هقول حاجه بس، انا لما ابويا كان عيان بيموت وراح في غيبوبه في في في, في الرعايه المركزه، وكانت الدنيا سودة وخلاص ابويا ميت يعني في الرعايه مع على له اجهزه تمام. الحاجه اللي مصبراني على الوجع دلوقتي ان ابويا في دخلنا نشوفه، كان جوز بنت عمي صمم اللي هو يخش يشوفه انا وهو وزوجتي، اكيد سمعنا دلوقتي، دخلنا له في عز ما فيش اجهزه ايوه، فاق ومسك ايدي، كان ماسك ايدي يعني، وقال لي روح الله يسهل لك يا ابني. الله الله كلمه جميله الله يرحمه. معاك 3 دقايق ومعاه 3 دقايق وبعد كده خلاص يعني عشان هيرمونا بره. عايز اقول لك الكنترول مبهورين بيكم. ربنا يحفظك بجد والله مش مجامل. يحفظ الناس كلها يا رب. اتفضل يا باشا 3 دقايق. 3 دقايق حاضر. قرر المايك شويه. نعسانين والعاصفة جت غرقانين، نعسانين والعاصفة جت غرقانين تحت اللحاف، واللي خاف من وجعه شد شوك ومتلجم بورد، عيد زماننا من البداية قولوا للأغراب حكاية، مش هتستوعب عقولهم إن دي تبقى النهاية. جاري كان بيخاف علينا، جارتي كانت زي أمي، أمي كانت زي أم الكل صاحب من جيراننا، كنا عزوة بدون ما نبقى، كنا زندي مفهوش نبقى، كنا نتقاسم في نبقى والعجيبة كانت تكفي، كل حضن ساعتها برضو كان يدفي. لو نعلي الصوت على اللي سنه أكبر عار وعيبة، لو لمحنا في يوم صبية ماشية في الشارع بطولها تقوم مصيبة، الكلام كان كله طيبة، العلام كان كله هيبة، السلام لله وحاسب اللي ما ترضاه على أختك اوعى ترضاه على الغريب. أي سلعة كان تمنها قد إيد، حتى لو معناش يا سيدنا كنا سهل نجيبها برضو، أصل لو طماع وتاجر كان يحوش كل غرض، مش يكوش مش يخلي الناس تمل تكون في عرضه، كان مفيش بيننا احتكار حتى لو قل الخضار، الحبايب كانوا أكتر كانوا أكبر كانوا أقوى من الدولار. آه يا عمر كنا فاكرين إن آخرة نارنا جمر، زي ما يكون ما انتبهناش للرماد، زي ما يكون راح معادنا وجه معاد، زي ما يكون اتبدلنا واتبدلنا بالمصالح، شوف وشوشنا في المرايا حتى مش هتشوف ملامح، ده اللي كان صالح كدوه دول حبايبه دمروه، شاف اخوه بيقتل اخوه، شاف ابوه بيطعن في امه وارضه منه نهبها، عمه ورثه سمه، قلبه قال متهون يا دمه وعقله غاب ادمن يتوه، لما شاف الكون محمل بالفساد عمال يكمل راح مخبط على الحيطان، مين يا ناس يقدر يجمل صوره حلوه كانت زمان، هات لي صاحب لو تشوفه القلب بيحس بامان، هات لي حب يكون محل يكون معدتك بالحنان، حاجة من أيام جدود، حب من ريحة الفطيرة قاعدة صافي على الحصيرة، مية تروي من الطرمبة، ريحة التقلية تهبل على الكانون يوم الخميس، صوت أدان الشيخ يجمع، حلم أبعد من ورودي، شمس غربت عن حدودي، يا سواق العمر زودي، عني جاوبوا إيه ردودي لما ابني يقول لي مثلا ايه اللي خلى الحقد يظهر على الوشوش ينخر في عودي. الله عليك الله يسامحك. الله يسامحك. هي ليه انا قلبت نكل كده جابر قبل منكم وانتوا معانا 3 دقايق طلعت، وانا بجد لازم يعني تحددوا لي ميعاد حلقه تاني ان شاء الله، وجيبوا لي بقى سامح حريدي واثنين ثلاثه من الله يسامحهم دول بتوع النكد من بعد ما جالها القلب وعنيها بدأت تحكي عن عدم اتزان، كانت تصلي فجرها وصوتها يترجى الأذان، وعشان إيديها صغيرة مش عارفة تدعي ربها وتقول له إيه سبب الوجع، كان الوجع
على قد صوتها بيحكي حرمان الحياة، مش عارفة تنطق بالتعب أو تجري من أنهي اتجاه. بنت الوحيدة عمرها ما وصلش لسه المدرسة. بمسح دموعها بدمعتي وتقول يا بابا كويسة، هات المكعب من لعب وبني لي بيت، اعمل لي مركب من ورق، ارسم لي طمطم لما كانت في الدروس، قول يا بابا ليه بنام وبشوف كابوس، وليه دموعي فيها حاجة مكركبة، وليه يا بابا المركبة كل ما تنزل في الطبق دايما تبوش. هو يا بابا اللي يموت صحيح عينينا ما بتشوفوش؟ هو أنا هكبر وشوفني زي تيتا وحلم أختي لما ضحكت للمخدة؟ بكرة طبعا عيد ميلادي وبهات لي يا بابا باندا، خد بإيدي على الكمانجة نفسي أعزف لك بحبك، واللي ليه بتخلي دمعك يسبقك قبل الكلام؟ شكلي صدعتك برغي، انت عارف ان شعري كان بينزل من الضفيرة؟ بس ماما ساعتها قالت ان دي مست الأميرة، اوعى تنساني يا بابا وهات لي باندا من الكبيرة وحط لي في التورتة قلب جنب خمسة وحط واحد، نفسي أعيش لو يوم كبيرة، نفسي أتخرج سفيرة جوه حلم السندريلا، بابا زود لي النوتيلا وانت بتحط الجاتوه. بابا مش عايز المايوه، بس لما تروح تصيف وابقى وريني المراكب. هو ليه دايما حوار بحلمها عمال يطير؟ بابا مش هرسمها جير، اصل شكل الرسمه صعبه، بنت قلبي يعني فاكره ان كل تعبها لعبه، فاكره وجع الشك انه من زعلها على الهديه، بنتي مش عارفه ان هي عايشه بتهدف ساعات، بنتي من كتر الاهات ماشيه بتحارب نفسها من بخار ريحه القهاوي، بنتي فاكره اني الكيماوي ميزه من طبع الحياه، بنتي فاكره اني الكيماوي ميزه من طبع الحياه. انا اسف. لا ما فيش والله، انا يعني انا سعيد بيك ونورتني ونورتني ربنا يحفظك يا رب. والله بجد لو ما جيتوش تاني هبقى زعلان ان شاء الله. باذن الله ده هنيجي لعنينا. لا يعني والله وانا اسف، انا كل اربع 12 بالليل الميعاد اللي يناسب سيادتكم. ربنا يحفظك يا رب. يعني بجد يعني ربنا يبارك لكم. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب. انا دقيقه بس يا محمد بعد اذنك دقيقه. انا محمد لمس الوجع عندي، يمكن بنتي كانت يعني ربنا يشفيها ويشفي كل مريض، كانت برضو يعني اتمنى من كل حد بيشوفنا دلوقتي يعني ايه دعنا دعوه، كانت بتمشي وفجاه كده من غير اي سبب. ربنا كتب، نشوف. تصبحوا على خير ومحبه وسعاده. تحياتي دوما عبد التواب الرفاعي.